استهل معاكم الحلقه بصباح النصر، بس بيني وبينكم هي بتطلع احلى من نهاوند بكتير. صباح الفل عليك. صباح احلى نصر عليك يا كريم، على كل الساده المتابعين وعلى كل مصر يا رب. والحمد لله طبعا كنا متوقعين النتيجه، لكن برضه هنرجع نقول في كلام تاني وفي تفاصيل تاني هنتطرق ليها، لكن لازم كنا نيجي النهارده ونفرح ونقول طبعا صباح النصر على مصر كلها. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا هنتكلم من خلالها كالعاده عن النادي الاهلي اللي فات واللي جاي، وهنتكلم كمان عن المنتخب اللي فات واللي جاي، الى جانب كلامنا واخبارنا اللي دايما بنحب نعرفها لحضراتكم اول باول. وكالعاده ساعتنا الثانيه هيكون فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتنورنا فيها حكمه دوليه وامين عام اتحاد الكيك بوكسنج كابتن زينب مامون. الفقره الثانيه هتكون فقره كرويه بحته هينورنا فيها الناقد الرياضي الاستاذ سامح سمير، ودي بقى الفقره اللي هنتكلم فيها في كل الموضوعات الكرويه اللي تهم كل حضراتكم. طبعا في البدايه، امبارح منتخب مصر قدم الحقيقه مباراه جيده وحافظ على صداره مجموعته في تصفيات افريقيا المؤهله للمونديال بعد ما فاز على سيراليون بثنائيه دون رد، احرز الهدفين محمود تريزيجيه اللي نقدر نقول ان هو كان فعلا نجم اللقاء. برضو نقدر نقول ان من زاوية معينة أكيد طرد لاعب من سيراليون في الدقيقة 38 إلى حد بعيد فكك صفوف المنافسين، ويعني بطبيعة الحال ده لازم يحصل. أما حالة الطرد الثانية فدي كانت في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، فما نقدرش نقول إن هي أثرت قوي زي الحالة الأولى. كده الفراعنة هم المتصدرين مجموعتهم برصيد 6 نقاط كاملة من أول جولتين. طبعا بداية ولا أجمل في تصفيات كأس العالم، لأنه بعد كده هنقفل ملف التصفيات مؤقتا، بس هنقفله شوية حلوين، يعني هنقفله لغاية شهر يونيو 2024، بس في المقابل هنفتح ملف نهائيات كأس الأمم الإفريقية في يناير اللي جاي إن شاء الله، وبإذن الله نحصد لقبها ويكون ده اللقب الثامن لمصر إن شاء الله. بص، مباراة بالامس يعني نقدر نقول احنا كمان لعبنا بشكل متوازن جدا، ده بحسب يعني رؤيه مستر روي فيتوريا، وان هو كمان خرج بالنقاط المطلوبه من المباراه، ودي كانت اهم حاجه ان انت كمان تنجح في امبارح بامتصاص حماس لاعبي سيراليون. هم كانوا اول ربع ساعه انت لو اتفرجت على الماتش تحديد يعني شادين حيلهم زي ما يتقال كده بشكل كبير جدا، لكن انت قدرت ان انت تعدل الكفه مره ثانيه. ومحمد الشناوي امبارح كان اكثر من رائع بصراحه، تريزيجيه نجم المباراه، يعني في كده كذا نقطة قوة تقدر تتكلم عندها أو تقف عندها بشكل كبير جدا. لكن فعلا يعني أنا أقدر أقول لا، امبارح المنتخب إلى حد كبير برضو قدم صورة جيدة، قدم صورة شوية مطمئنة. البعض اللي يطلع يقول لك يا جماعة ما أصل ده برضو سيراليون واللي قبلها كان جيبوتي والقصة لسه ما ابتدتش أصلا وكل ده احنا بنهزر. الكلام ده ممكن وإن كان في شق منه واقعي، بس برضو ما ينفعش تبقى صورة ظلامية بهذا الشكل. أنت عندك بجد منتخب هذا العام تقدر تقول فعلا شوية رجع لنا الثقة اللي كانت عندنا من 13 سنة، هرجع أقول ل 2010. فالتصدير الروح السلبية كده لحد هذه اللحظة أعتقد أمر غير جيد وغير منطقي، دايما بحب أتكلم بالمنطق. فلا بالعكس، إحنا متفائلين جدا. روي فيتوريا مقدم أعتقد لحد دلوقتي المطلوب منه، أنت حاصل لحد هذه اللحظة على 6 نقاط وده برضو المطلوب منك. أعتقد اللي جاي بإذن الله برضو لو مشينا بنفس الخطة هيبقى أمر جيد جدا، صورة إلى حد كبير إيجابية. فلا امبارح كان مشهد جميل. أنا امبارح كمان فعلا عجبني الشناوي بشكل كبير جدا، انقذ مرمى المنتخب، يعني كان اكتر من فرصه فعلا زي ما اتقال عنها محققه طبعا. يعني تاني عشان كده نقدر نحقق، واول فوز لينا على سيراليون اللي احنا قابلناه لو رجعنا احنا تعادلنا 3 مرات معاهم يعني بواقع التاريخ شويه، وخسرنا مره واحده امامهم. امبارح كان اول فوز، وعلى فكره برضو نقدر نقول او كنا نقدر نسجل اكتر من هدفين، لكن على كل حال جيد اللي احنا وصلنا له. وحتى ممكن كمان ده يكون يا كريم شغل او فرصه ان انت تشتغل على المشاكل اللي حصلت او نقاط الضعف اللي حصلت او يعني الامور اللي انت محتاج تعالجها عشان اللي جاي اللي هو بطبيعة الحال أقوى وأشد جدا الفترة القادمة. فيعني في المجمل تقدر تقول لا، منتخب مصر فعلا فعلا قدم اللي عليه في المباراتين اللي فاتوا، وبإذن الله يكمل على هذا المنوال والشكل وأفضل كمان في اللي جاي، لأنه فعلا يقدر. سكواد رائع، مدير فني رائع.